ما في اجمل من انه تزورك ام عظيمه، ما في اجمل واروع من انه يزوروك ناس عزاز، ناس العزاز علينا، امنا العزيزه الفاضله ماما ميرا المعروفه في كل السوشيال ميديا وروح المرح والمحبه. انا اكثر سعاده واكثر فخر انه زور بيتنا المتواضع في حاجه نادره جدا يعني، رغم انها هي زوله كانت طريحه فراش، هي جات شرفت بيتنا في يوم جميل في يوم جميل. ماما ميرا الان تزور البيت وتقدمت بركات زيها وزي اي ام. اهلا وسهلا بكم، شكرا ماما ميرا، شكرا جدا، نورت البيت ونحن سعيدين جدا جدا بركاتك شيخة أميرة وبركاتك أمنا العزيزة. ونعم معلش إنك كلفناكي وإنت تعبانة وجيتي بيتك. أهلا وسهلا بكم، ما في زغروطة كده من خواجية يسمع. أهلا وسهلا شديد، شكرا جدا مع أميرة للزيارة النادرة دي، رغم إنك سيداتك ما شو عكاز زي اوعى تكون عملتي حاجة. السلام عليكم يا أخي. السلام عليكم. تزورنا ام عزيزه وزوله الذي ان شاء الله يبقى تفوقوا بالعافيه والسلامه. امين يا اخي، ان شاء الله رجله ده يبره. ده زول بتاع دام الخير. يا سلام عليك، وقع كان قاعد يعمل في ام الخير. يا سلام، وصيف لنا المره. يعني هاجر من زول يصيف مره، ده جنب بتاع الامهات. يا سلام، ان شاء الله كان كره كسر ما في حاجه بيلقاه. شكرا لك، انا صيف لايف بتاع زول. شكرا ماما ميرا، هيرو بتاعنا. يا سلام، علينا لازم كلنا. انا بتمنى اي زول في جوبا ده من الناس الكبار، انا بتمنى اي زول يجي لمايكل سكوفس، لان حاجه هو عمله. كان انت صيفت نفر واحد، زي صيفت 1000 نفر. نعم كويس، وصيف ناس كتار، عمل برنامج مع ناس كتار، ده ما زول واحد. انا فرحان، انا فرحان زاد بجيبي، انا كنت مبسوطه. لكن شوف يعني صورة الحص، خوب جاي جاد عوق، وانا وقعت بالضغط ضربته وشي كله كويس، وكنت راقده مشايفه، لكن قلت لازم نوصل له، المفروض اول زول يوصل له انا. ومفروض يا جماعه نحن الناس الكبار حقنا يا جماعه رايه لمايكل، نحن من المفروض نعمل له حاجه بسيط، بس حاجه بسيط. انا بتمنى نتبرع كلنا عشان نوديه مصر يمشي يشوف قصد رجله ده، عشان رجل بتاع زول ياكل كرين زول ياكل زول، كرة ده لو ما يصلى عياله باكل من وين؟ بليز انا متمني اي زول عنده عمل خير يتبرع، كان في امريكا ولا كان في استراليا ولا كان في جوبا ولا كان في خرطوم، اي زول حبيب مايكل يتبرع له. ولا كده خش جوا تناول بوجهك وعميرة البيت بيتك، وشرفتونا شديد جدا جدا يا اخي، انا والله فرحان منكم جدا. لازم نعمل لك كرامه كبير جبا ده كل يسمع. يا سلام يا اخي، انا اول حاجه بدعو لك الشفاء العاجل، تفضلوا جوا لقدام والبيت بيتكم، خشوا مع المدام جوا. وانا سعيد بس داري اشغل اغاني سودانيه عشان ارجع الامريكيه دي للسودان ان شاء الله. تفضلوا معاهم جوا، اجيب لكم اغاني بتاع الخرطوم عشان البيت ده رجع ورا. هذا شو نيم بعد شوية حنخش لكم في لايف ظريف جدا جدا، لسه حنخش في لايف مباشر، تسمعوا من أمنا المناضلة، أمنا الصادقة، أمنا المحبة للجميع. وكنا في آخر لقاء في بيتها وأكرمتني وجاتني وأنا مكسور، والبيت مليان ترمس، أنا حقوم أدي لك كمية بتاع الترمس وكمية كبيرة من البلح
وان شاء الله الصحه والعافيه لي يعني. ان شاء الله الصحه والعافيه لماما اميره ولكل ام في جنوب السودان. نتمنى الشفاء العاجل لكل الامهات في بلدنا. حنصور جوا حنيجي نتونس معاهم برا هنا في دردشه جميله جدا جدا اجتماعيه نحكي فيها اصول نحكي فيها عن بلدنا واحلامنا وتطلعاتنا ونحن دارين شنو ذاته. نحن دارين كثير، نحن دارين نخلق اجواء جميله. اليوم الواحد سعيد جدا جدا. الارض الله الذاكره دي. الواحد الليله سعيد جدا انه يشرفونا. قبل شويه كان اسره شركه دار بتروليوم زميلات المدام اذنكم يا جماعه دار اطلع الشريحه دي بس. اوكي. نزل الاجواء. ان شاء الله الصوت ظريف يا جماعه لانه بعد شويه كلنا كده حنكون في اجواء تمتلي بالفرح والتواصل مع العزيزه ماما اميره في اجواء وديه. وانا صراحه سعيد فكره المرض كله ما حسيت بارهاق لانه الزيارات كانت بتدي الزول الدفع المعنوي الجميل. كل الناس اللي كانت بتجيني انا ممتن لكم جدا صراحه. بتمنى لكم الصحه والعافيه ودارين نشوف بلدنا كويسه ان شاء الله. يعني بلدنا دارنا نشوفها دائما هي ماشيه هي ماشيه لي قدام يعني. والحياه كلها ماشيه على قدم الحياه اللي بنطلبها. بنتمنى بس ربنا يسعد امهاتنا يسعد الجميع الناس كلها يكونوا بخير وعافيه وما تشوفوا شر في حياتكم. يعني تكونوا دائما انتم سعيدين ومتفائلين. يعني انا بتكلم معاك عن ما عندي ذات الوقت. طيب اعملوا كيف هنا؟ زينكم يا جماعه معلش قاعدين نحاول نضبط نضبط الاغاني دي يا جماعه نضبط البلوتوث بس عشان نقدر كلنا نتغنى. وكيفكم؟ share your music share your love. الليله شرفوني زي ما انا قلت لكم قبل اخواتني في شركه دار للبترول زميلات المدام عطروا البيت بأحاسيس جميلة. الآن تشرفنا ماما أميرة وحاجات كلها استثنائية. تسلم كثير كده. حاول اتحرك جوا الشبكة رديئة جوا لكن حنطلع برا عشان نتونس شويتين مع ماما اميره. ان شاء الله الشبكه تزعفنا وهي ذات في نفسها عيانه. هي في نفسها عيانه كلفت نفسها صراحه. انا كنت بتمنى لها الشفاء العاجل ولكل امهاتنا يعني ما يشوف الشر يكون بعافيه واكثر تماسك يعني. كده شو تساعدينا نخش جوا. ارفعي لي فوق وشي كده يا جماعه. قاعد استعين بوقتي تساعدني في التصوير. دقيقة عشان افتح الباب. مسكين بين الخاشين مرة. شرفتونا ونورتونا وشرفتوا بيتكم وكده يعني. كنت هنا شوي. في كرسي ده. يعطيك العافية.
خليك مع اميره يا اخي. الشبكه في جوا كان قاعد تكون طاشه، لكن لما دخلت جوا الشبكه اشتغلت تش. يا بركات مع اميره. يا بركات. يا بركات. و لانها انسانه ابسط ما يقال، ولو صح اعز من النساوين الرجال. نعم. عليها يا جماعة حولنا لوكيشن ونحن جينا نقعد مع أم العزيزة. جيبينا مين التليفون لك؟ يا جاتني بكراش، هي ذاتها ماشية بكراش مواميرة، وبتمنى لها الصحة والعافية، وبتمنى لكل الأمهات هكذا إنه يكونوا في صحة وعافية، ويكونوا في وئام وفي سلام، لأن الأمهات في البلد دي تعبان. الأمهات في جنوب السودان محتاجين نرفع عليهم القبعات، هي والعشرات من أمهاتنا، نديهم التحايا. ابسط حاجه المفروض نعملها احنا يكون في يوم خاص للامهات، نحرمن ونعزن، نقول لهم شكرا ونبوس رجلين، لانه تعبوا، خلت اي حاجه وراها جات وطنها. واجمل ما فيها لانها ضميره، لانه ضميره ابيض، قلبها ابيض. انا فرحان اني جيت البيت مع اميره، وشايف الغروب كثيره كيف؟ بقول لها غروب ام اميره. بسلم عليكم. بسلم عليكم كلكم، وقلت لكم ليه دول ما سلم حيعملوا بلوك وبلوك وبلوك. ام اميره انا بسلم عليكم كلكم، وان شاء الله كلكم تكونوا طيبين في كل مكان. القاعد في امريكا، في استراليا، القاعد في خرطوم، القاعد كله في الغربه، ربنا يسر غربتكم ويجيبكم وطنكم، وطن العزيز أجمل من بلدك ما في. أنا بمناسبة مرتاحة في الجنوب، وأنا مبسوطة والعزة بيكم، وأنا مبسوطة بيكم، لأن لو ما جيتوا كان ما في حاجة اسمها ماما أميرة. أنتوا من زمان كانت الدنيا القلوب وتام وتام وتام، أنتوا جبتوني فوق. العزة بالأهل والله. أنا جيت لولدي مايكل، عشان مايكل جاني في البيت زي الليلة، وتاني يوم جا كرة وكسر، وكان بيصيف في واحد من أخواتنا، ده أخت وأم في نفس الوقت، عشان زول يصيف لايف إز هيرو، مايكل بقى هيرو بتاعنا. أي حاجة بيحصل كان في خلا ولا وين، مايكل بيكون حاضر فيه، مايكل بيجيب الأخبار الحلوة كويس. نحن بنتمنى له الشفاء، وربنا يدي مايكل العافيه، يخطيه في نصيال ويسره في نصيال. الجو في رجله ده يعني، كان اخونا دي ماتت، لكن الحمد لله جا في رجله، وربنا حيديه العافيه لانه ماشي سيف لايف. مايكل لو كان ماشي يسرق ما كنت اجيب له، لو كان كورينو ماشي كسر وما سرق، لكن كورينو كسر عشان يسيف واحد من اخواتنا جنوبيه، بنت الجنوب، ام الجنوب، اخو الجنوب. مايكل انا بقول لك شكرا يا ولدي، وربنا يديك العافيه ويديك طول العمر طاقه، وتسيف ناس دائما وابدا، تسيف الاطفال، تسيف الامهات، تسيف اخوانك رجال، ابوهاتك، دائما انت تكون في تدعمهم، وربنا يديك طول العمر يخلي لك اولادك. لك الاحترام والتقدير ماما اميره، في بيتك، انت ما ضيف، ده بيتك، وانت مساوي امي وام الاخرين، ونحن سعيدين بك ماما اميره صراحه. وكمان بقول لك كفاره وسلامتك، وبرغم التعب اللي انت فيه ده، ماما اميره كانت بتتحرك عشان تقول للناس نعمل نحو السلام والوئام، وكنت بتقوم برسائل كبيره جدا جدا. ماما اميره لو صادفت السيدة اللورة حتقول لها شنو عشان أمهاتنا يكونوا في سعادة؟ لو لقيتي ماما يندب المرأة الكريمة السيدة الفاضلة،
والله انا بمناسبه لو انا لقيته طبعا دومنا هم دوله وعندها حق عشان يقف مع حاجه اسمها المرعى. هنا دايرين نجمع ونساوين كلنا يدنا يكون واحد. ما في مرة احسن من مرة، وكل مرة ام كان بقى عندك جانا واحدة ام كويس. انا بتمنى السيدة الاولى اهتبع على المساوين وحقوق المرعى، اننا نجيف ونكون يد واحد كلنا وندعم نفوسنا، لانه يد ليد بعيد بعيد. ده حاجة انا بتمناه السيدة الاولى يعملها لنا اننا الامهات. نعم، كثير من سيدات الاعمال قاعد يقدموا دور كبير للامهات والمساكين وللذوي الاحتياجات الخاصه. في كثير في ناس كثيرين قاعد يقوموا بادوار كثيره، بتقول لهم شنو عشان يستمروا في دورهم ده؟ والله حاجه اللي انا بقوله يا ولدي عشان الجيف مذكور، انت ادي الناس، ادي زول بيمين ما تخلي شمالك يعرف ديال قف ربنا بكون رضيان عليه. انا بتمنى اخواتي البدو يدو لكن زول ما يتكلم، انا هددت لهم. انا بتمنى اخواتي بساعدوا يساعدوا لكن ما في زول يعني حاجات اللي هنا بنعمله كله انت بس ده ربنا يا يكون عارف، ما في ده عشان الناس يكونوا عارفين كويس. زي جيتها سبيتك هنا انا ما بقدر بقول يا اخي انا اجيب لي مايكل كده ولا انا جاي نعمل لي مايكل كده، المكتوب لك ربنا قال نعملها لك انا بعملها لك، لكن ما عشان زول تاني يعرف. انا بتمنى اخواتي دايرين يساعدوا المساكين لكن ما في زول يتحدث عنهم، لان المسكين ما مسكين كويس. ندوا كل زول العيال الاوتما ندوم، المساكين ندوم، وهي الزول المحتاج ندو، لكن خلوا الباقي لله. نعم، ماما ميرا وكنت عيانه وفي الفتره دي حصلت حاجات كويسه، كان في زياره تاريخيه شركه جياد السودانيه، اهلنا السودانيين جو في وطنهم دشوا نشاط. كيف انت تنظر للخطوه الجميله دي يعني انه يكون في شركات كبيره في بلد الثاني جنوب السودان يعني، وانت بتفتخري بانتمائك السوداني يعني؟ والله بصراحه اليومات اللي عملوه هنا السودانيين الخطوه ده كان عاجبني، لان هنا دايرين تنميه في بلدنا مو السودان بس، دايرين اجانب تارين ذاته اللي دخلوا بلدنا هنا وعملنا تنميه يد ليد البلد بتبني. نعم. البلد بيبقى جميل. هسه يومين انا شايف شوارع الزلط قايمه. نعم. وشوارع بقت نظيفه، وناس جوبا سيدي سيدي كانسل ما قصروا، في ناس كثير يعني الشغل ماشي. وراجل اسمه بولمل ما قصر من الشوارع، وانا بتمنى الشوارع كله ينظفون في جوبا، اي حاجه توسع علينا ويفتح لنا شركات خلونا نشتغلوا. نحن بدل نقعد في البيوت نكتف في يدينا، نحن كلنا دايرين نشتغلوا، شغل ما فوق مره عجوز ولا ده. نحن عرفنا شغل عسكري ما بنقدر له، لكن كان في شغل تجاره، في شغل شركه، نماء جداد، يطبخوا غنم، نحن بنعمله. اشتغلت في امريكا اعمال، اشتغلت في امريكا اشغال كثير مش؟ آه. نعم. كويس، هنا كلنا بنطبخ القضاريك، هنا معلومة نطبخ قضاريك برضه. نعم. لو في قضاريك ولو في خرفان نطبخه، ولو في جداد نطبخه، دايرين نشتغلوا، وفروا لنا شركات. حس الشغل الزلط عاجبني والله، الجوبة بقى نظيف بالمناسبة. نظفوا البلد، هنا حس كون بتاع المرور جنرال كون شغال تمام في المرور. الشوارع يومين دول انا شايفهم سامع، وفي سينيات جداد قايمين. ده يا هو شغل انا هنا دايرينه. نعم. عشان كان في رئيس جا من دوله ثاني يلف سينية يلقى سينيتنا جميل، ماشي على الطريق السوق يلقى سوقنا جميل، شارع المطار ماشي يلقاه جميل كويس. وفينا ساوين خط الخير ومبارك الله فيهم، قاعدين ننظف الشوارع كل يوم،
بس عندي ربنا يزيدهم يخلي لهم اطفالهم. نحن نساوين دائما وابدا نحن تعبانين. نعم. لان نحن يا ولدنا عيال ديل ولدنا الوزراء والمدراء والرواصه نحن يا ولدنا عيال ديل كلهم يا جماعه حتى نعم. جانا المجرم ولدناه نحن. حاجه الكارين ده البطال انت ما بتغيره بحق الزول ثاني كويس. اخو دولتنا ده نحن دينا الدوله دي بجميل. هيبقى بوجودكم يا أميرة وبوجود الغادة اللي عندهم رغبة. ما أميرة في السوشيال ميديا زمان أنا أرجع كوري شوية وأنا حقول للناس مين السيئة يا جماعة أي زول ما متابع معاه الله يبدأ بنعمل له بلوك 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 صحة والعافية لك ماما أميرة. يعني وانت بتحضر السوشيال ميديا والتيك توك يس مع قرار نفسك كده بتقول شنو لما تلقى الناس بيعملوا مونتاج لصوتك وكده يعني خاصة موضوع بلوك بلوك ده يعني. والله أنا هسا أحيانا أنا بستغرب يعني في فيديوهات لها سنين لسه الناس بيرفعوها أنا قاعد أتحير ليه هم بيرفعوها وهم متكيفين من شنو يعني كويس ما زمن الزعل زعل وزمن الفرح فرح لين هسا في السلام هنا في بيس كويس ما دايرين زعل وزول طبعا الجروح القديمه ما قاعدين يفتحوها نعم. الجروح بيخلوها مقفوله نعم. كويس هنا دايرين نفتح صفحه جديده بتاع سلام هنا دايرين عايد بيس هنا دايرين يدينا يكون واحد 64 قبيله ولا 66 قبيله دايرين نكون يد واحد نعمل التنميه لبلدنا نحب نفوسنا ان هنا جنوبيين هنا سودانيين هنا افارقه ده حاجه لنا نعمله لكن ناس تيك والناس بقين ما قاعد اخش فيه زي ذاته وهسه في فيسبوك في حاجه فتحوها قال اسمه اوبننج هاوس ولا اوبننج كلوب هاوس كلوب هاوس والله كلوب هاوس ذاته انا ما قاعد نمر جنبه لانه فيها كلمات كده الواحد ما بيصدقها لان انا لو سميته بقلبي سخن انا ما حنرجع فيسبوك ثاني عشان كده ما داير اسمع حاجات دي وما داير اطعبهم الزول داير يقول حاجه الكعب كعب لنفسه الزر داير يقول حاجة كويس كويس لنا هنا كلنا هنا بعد ده نختار طريق الحياة الحلو نشيل حاجات الحلو نجيبه في دولتنا لأن هنا دولتنا هنا خاربينه بلساننا دولتنا دولة جميلة أنا جاي بس شهرين يا جماعة جد عملتها 3 سنة عملتي غايمة دائمة خلاص كويس بدون رجعة يا اخي ما لك برجع وين انا والله يطردوني بالبوليس برجع بالجيش حتى كده انا ماشي فيه ما في بلدي حلو وطنك ونحن بنفتخر بالوطن ده كلنا يا اميره وانت لو ما عندك وطن انت تكون منه والله نلف ونمشي الى القمر لكن بلد زي بلدك ما في يا سلام يا سلام انا فخور ببلدي اميره انا فخور بزيارتك لبيتنا وبما انك جيتينا بجاي وانا كل الزيارات اللي قاعد اقولها قاعد استغلها عشان اشكر فيها الناس كلها بشكل خاص بشكر الامهات بتقول شنو للامهات الصابرات وبتقول شنو للشباب عشان نبني الوطن الاكثر زي ما انت قاعد تحلم يعني والله هنا الامهات الدور بقى دورنا نحن ابوهاتنا وجدودنا حاربوا مع الانجليز حاربوا مع الاتراك حاربنا برانا بنفوسنا حاربنا مع الجلابه الدور الفضل ده ما دور حرب الفضل ده دور بتاع التنميه ده دور بتاع المحبة نهب نفوسنا ده ما دور حرب ما فضل دار حرب تاني ما فضل تاني دار مشاكل يا جماعة أنا زادت ركوب لي سنون أصل لو قلت نبس شديمة ما بيطلع ها جد يا ركوب لي سنون ركبالي ركوب لي سين الضارب ده أنا عندي سين بهنا كويس رايح أنا بقول إننا الأمهات نحن هون لازم نكون قويين قالوا كل امرأة عظيما له رجل عظيم أنا هنا لو قال نقفوا مع رجالنا بالليل يا أخي ما تعمل ده كده ده غلط ونخافوا على رجالنا ونخافوا على عيالنا ما في حاجة تانية بيحصل نحن دارين سلام خير سلام ما دارين حاجة والشباب الصغار في فيسبوك أنا دار نقول لكم حاجة لازم تكونوا بادنر ده يكون قوي بيده تلموا يدينكم وتعايدوا حاجة اسمه السلام تحبوا نفوسكم الكراهية ما بوديني يا حتة ما بوديني قدام كله الكراهية ده ناس دجالين بس دارين يخربوا الدولة دي لكن الدولة دي جدودنا ما حاربوا عشان يطلعوا لنا البلد الرئيس كيرما يا دي ده انا بشكره طلع لنا البلد الفضل شنو ده دورنا نحن نحرس الوطن ده نحرسه بقلم
بأفكار بتنمية، ما بمشاكل. ده ما زمن مشاكل، مشاكل ما بودينا حتة، مشاكل خير يدمرنا ويدمر لنا دولة، ما حد يودينا قدام. لنا ده حاجة يودينا قدام، نقوم عمارات زي ناس، نصلح شوارع زي ناس، تنمية زي ناس، أشغال زي ناس. ما زول واحد يعيش تقل. عشان نحن نوفروا الإجرام ذاته، المجرمين وكل ما فيصير نوفروا لهم أشغال. ناس بقتلوا ناس ذاته عشان يفوتوا من القتل، نوفروا أشغال. لأن زول ما يكون بيزي بشغل ما بيفكر حاجة. بيشغل يعني. بيشغل. كويس؟ ده حاجة اللي نحن دايرينه. أنتوا شباب أمشي في الكورة. نحن اشتركنا خلاص في كورة بتاع العالم. ألعب كورة باسكتبول قدم وشنو عملوها. الدار يغني يكون فنان غنوا. لأن نحن تاريخنا بيفضل في الفن، ما إننا كمبيوتر نقول التاريخ جاي يفضل فوق. الفنانين ده يهايونا، الفنانين بالنسبة لنا علاج. لو أنت زعجان تخت لي قنية تروبوا أعصابك. ده علاج بالنسبة لنا. كويس؟ أخونا من نتماطل ونقعد ساكن في شارع ونقعد نشرب بشاي ونعمل ده أحسن شغل. أنا ده هسه لو قلت لي شغل مطعم صغير كده مع الشاي، أنا بعمل شاي ما عيب. عشان كيف أنا نقدر ناكل أكل حلال؟ من ماسك حد الزول أحسن نعمل لي مع الشاي ولا نعمل لي مطعم ولا نعمل لي شنو أحسن لي. لو أصلا عنده اقتصاد تقول لي تعال بشي لي صبا ويدينا حق في يدي ده حلالي. أنا بأكله بأكل حلال أنا وأولادي. بليز أنتوا شباب أعملوا حاجات اللي يودي دولتنا قدام. ما تكتبوا في فيسبوك حاجات فساد، حاجات مشاكل. أبعدوا من مشاكل، أبعدوا من حاجات بتاعت فيسبوك. فيسبوك لو كان فيها نتيجة كويس أنا ما كنت خليته بمناسبة. لأن أنا القرار ده بغناعة للناس أميرة. غناعة ده كان غناعة من كبير. إنك تاني ما حترجع للردح زي ما بقوله. مش أنا لقيت أبونا ماركو في مصر وخط الخير وبارك الله فيه. أبونا ماركو ده واحد من الناس القاعدين وقال لي يا أخي أميرة حصل كده كده كده. أنا قلت له خلاص أنا بوعدك أنا تاني ما حد يشتم. وفعلا أنا من ما جيت البلد ده أنا ما يرفنا ده أبونا ولا ده ملايكة. يعني هسه سنتين خشمي كان قاعد ياكلني ده نشتم لكن ما قادر. السين عمل هاجز للكلام كان كده ذاته ما بارك لك السين ده. ماما أميرة عموما احنا نبارك بصوت عالي يا جماعة ونقول بصوت واعي دي حقيقة. النبيذة ما فيها حل، ان الردح ما حل. ماما أميرة اختارت مسار تاني واختارت درب تاني لأنها أم، والأم حنينة. أنا أتمنى السن ده يكون تركيب استراتيجي، ما يكون تركيب مرحلة عشان ما يتفكى. كان يتفكى حنكون جارين كلنا احنا. ما علينا مشكلتنا شنو؟ أنا ذاتي جيت حيرت في الجنوب بالمناسبة. لأن حاجات السياسيين بيقولوا لنا برا مختلفة. مختلفة جدا جدا. أحسن واحد يجي يشوف حقه بيني. لما جيت الجنوب جيت شفت حقي بيني. الناس يعني تمشي الأوفيس ده أنت بتلقى ده من إكواتوريا، ده من شيلوك، ده من نوير، ده من دينكا. قاعدين في حتة واحدة. شغالين سوا وبيضحكوا وماشيين فطور سوا. طيب أنا زمن شنو عشان أقعدوا كل يوم ننبهوا نعمل أبيوس النفوس. قالوا شتامون منعولين بمناسبة. لأنه في شتيمة بهام زول النوم، زول ما بينوم كله كله. عشان كده أنا لما جيت شاورت راسي قلت لي أنا نقعد نشيل نعلة ونشيل لأولادي نعلة. خير أنا نوقف حاجة ده ونتفاهم بالتي أحسن. كلام يقول وقدمت اعتذار لكل اهلك وانا قدمت اي هي زول استوائيه على النيل بارغزال الكبرى. انا اعتذرت لكل زول في الشمال، اعتذرت لكل زول. اعتذارا ما خوفك، اعتذارا انت خايف من الله سيدك. سلام. كويس. لان انت لو ما عملت كفران ربنا ذاته ما بيعمل لك كفران. يا سلام يا سلام. شفت احسن انت من ما تغفر للناس ربنا عشان يغفر لك. نعم. كويس؟ انا لما عملت حاجه ده مني انا واظن ما حد يتغرر ثاني. لانه حسب امورنا ده امور يعني قربنا لربنا. مود ما معروف بعد عمر طويل، بعد عمر طويل ان شاء الله. اهو احسن زول يصلح ما عملته. امير يا اخي انا ممتن جدا لزيارتي صراحه وشكرا لك. ان شاء الله اشوفك بصحه وعافيه وانا حد عابر. دي زياره جميله وباركت البيت. كأم وأنا ما حاسس إنه متفقدة أمنا رحلت
وجود ماما اميره في البيت الواحد حاسس ان الوالده قاعده جنبه بالحنيه بتاعت الام يعني. فهنمشي ان شاء الله اذا ربنا وفقنا واذا في العمر بقيه هنراجعين من الرحله العلاجيه دي اذا تمت هنراجعين بعافيه وحنكون قريبين من الامهات. فانا اشكر جدا ماما اميره للزياره الوديه دي يعني. والله انا بتمنى من الناس كلهم قاعدين يتفرجوا هنا يا اهلي انا داير اقول لكم حاجه الشكر ما بيجي بدون الزول بعد ما الزول يموت الزول بيشكروه حي كويس والزول العمل عمل خير ناس بيقفوا منه بخير انا ما بطلب من الناس كثيره انا بطلب من جنوب السودان بالذات ناسنا الكبار مايكل لازم يمشي علاج كان مصر ولا كان تركيا لازم يمشي علاج يد واحد ما بيصدق واحد يمشي مع مرته طبعا ما بيقدر بيمشي براه كويس لازم يشغلوه طريقه بتاع التساكر طريقه بتاع سفر بتاع علاجه لحد ما يجي لان هنا ناسنا هنا ما نقول نيده وناسنا تيه ساكن يا جماعه كويس صحفي ده ما صحفي اننا حقا هنا نجيبه مع الصحفيين حقنا الصحفي ده بيحترمه صحفي حتى في الحرب بيصور لكن ما في زور يكره صحفي ما في زور بيكره صحفي كويس ان هنا نجيبه مع الصحفيين حقنا نجيفه مع أولادنا مايكل جنانة وفينا وفينا هنا لازم كلنا نجيفه معه إن شاء الله كل زول شفته يجيب الهندو هنا ما بنقول لك أقطع كده ولا أقطع كده وهنا ما ممكن نمشي لجو فايند نو ده جانا الجنوب وحد يموت جنوب ما حصل طلع من جنوب ولا حصل جرى من جنوب قاعد في وطن مشاكل يواجهه ما يواجهه هو قاعد في محله هو ده الجنوب انا بقول لكم يا جنوبين ربنا يخليكم يطول عمركم وغربتنا وربنا يجيبكم تعالوا الجنوب تعالوا شوفوا الجنوب بس انت تعال بس قول وان ويك انت هتكون مبسوط لانه بلدك انت بتمشي راسك فوق بلدك انت بتكون مرتاح كويس هسه بيهم راضين كتير ده وبقى بقى يا اللي بقول لهم ما ارجع امريكا لكن ما اقدر ارجع لان انا شايف اي حاجه فريش هنا مانجا فريش الفروت كلها فريش كل مودب مكتوب لك فيها مهل تموت كويس هو بلدك اسمه بلدك انا بشكركم الناس الحاضرين الفيديو حقنا وربنا يكون معاكم وربنا يسعدكم واحضروا فيديو بالعافيه شكرا لك اميره زمان دي اميره شيء دي اميره نيو دي نيو اميره اميره جات برفقه الامريكيه بنتها اللي هو ده اجمل حاجه انه الام ترجع وتجيب اولاد البلد لانه ده بلدهم الامريكيه تينا استاذه تينا تعالي الناس مشتاقه تسمع صوتك سلم عليهم تينا طبعا هترجع الاسبوع ده لكن هترجع ان شاء الله باذن الله يا سلام عليكم يا تينا يا اخي انا والله جيت وجرجرت الوالده والوالده ذاتها انا لقيتها يعني انا طبعا ماشي باثنين كراجات اوكي ربنا يشفيك اخوي لا تديها هديه واحد ما مشكله هي ما عندها حقها احنا هنتماسك هي تمشي بواحد وانا بواحد نحن كده بنسند بعض انا وماما اميره سبحان الله واللي بيحاول يواجهنا نحن بنردح الردح الله اكبر اكيد طبعا والله ركبت سين انا سني انكسر انا هحاول انا ما فاضي عموما اي حركه نحن جاهزين جاهزين هذا في الدين وفي لايف ساخن بقى دورك قلت لها هاي بقى دوري يعني لان السلام عليكم اميره وبيت ماما اميره العزيزه تينا الان هي في بيتنا بيتكم شنو ده بيتنا يا مدام يعني في بيتكم يعني تينا اهلا وسهلا بك واول حاجه الف لا باس على الوالده وهي ام أمنا كلنا أم الكل وأنا بقول لها بجنبها وبفتخر بقول لي ماما أميرة يا والدة يا مريم يا عامرة حنية وأنا عندي زي كم يا طيبة النية واحد بس أميرة أي والله بقول لها صبر شوية ونحن ما أولاد عاقين إحنا حنكون سند لأي أم في جنوب السودان نعم تينا نعم. مرحبا بك في بيتك تسلم أخوي والله شكرا كثير كان دارين نجي زيارة أحسن من ده نجي نرقص ونفرح لكن you know جينا بس نكفر عليك وربنا يقومك بالسلامة وخليك لأولادك ولأسرتك يا رب إن شاء الله
واقول لك كمان هيرو ات ذا سيم تايم. انقذت روح يعني، انت ضحيت بنفسك يا هو. حادث الحصل ده طبعا ما ساي افون، لكن برضو زي ما قالوا المكتوب في جيبين دايما بيظهر، ربنا كتب عليك كده. شكرا لك، وان شاء الله دايما تتقدم ان شاء الله دايما، ما يقطع كده ان شاء الله. ان شاء الله دايما وابدا اشوفك انت بعافيه، وتكوني بسم الوالده امين، تساعد الوالده كثير. هي بتسلم عليكم دي اميره تو، بتشبه امها شبح شديد، عامله زي عاملين زي لوحات اليو ان هي امها. شفت الشبح هذا كيف؟ الجذوم القلوب وين يا جماعه؟ القلوب 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 الله يريح قلوبكم يا بيقولكم القلوب. لو انا فكيت اللايف ده وانا دخلكم دي ما مشكلتي، سمعتوا كثير بيقولكم قلوب، وهم بيجاوا القلوب، وانا في النص قاعد اتابع القلوب بتاعت الناس يا جماعه، ومحبه الناس لماما اميره ولكل الناس. يا يسلموا والله يسلموا كلهم، تحياتي لكم كلكم يا جماعه بالخير ان شاء الله وعافيه يا رب. ان شاء الله دائما كده تكونوا مبسوطين، ربنا يفرحنا. الدنيا دي فوق وشنو يا هوكم تراب، كلنا ماشيين ضيوف وماشيين. يا سلام عليكم. الجنوب رايك شنو فيه؟ لا حلو عجبني كويس. نعم انت راجعه وحترجعي ثاني، انت قالوا الاسبوع الجاي. يا انا حقوم الاسبوع الجاي ان شاء الله. تصلي بالسلام ان شاء الله. امين. وان شاء الله نشوفك في ولدك في بلدك في اي زمن ان شاء الله. انا بدي شهر 6 كل الجنوب السودانيين اقول لهم تعالوا البلد رجاكم، البلد تعالوا تعالوا والله بلد. نعم. سبح انا داير نمشي لحد جنوب نفتش ليه بغاري كله، انا ماشي ما جيبه بس. يا سلام. الدور الجاي ده انا ماشي اويل، ماشي واو، ماشي كله ليرون بيك جوا. نعم اقار كله تستمع ان شاء الله ما يشغل الاخوك لنا كمان. لا لا انا ماشي نعمل كرين جداد الصغير ذاك ايش دعوه لكم الحركه اللي بدي قالها. شكرا ماما ميرا، شكرا لك خالد، وجزاكم الله خير. وانا صراحه شكرا لقلوبكم يا اخو، الله الله يريح قلوبكم، بحب القلوب انا. شفتوها يا جماعه؟ ده حقيقه دي حقيقه ده حقيقه. نعم حقيقه زي ما قالت ماما ميرا، وقالت كلام واضح لكل الناس، بالذات اللي بيضربوا تليفونات اثناء اللايف دي. والله بلوك وبلوك وبلوك وبلوك، وخاصه لو انت شيل بعمل لك بلوك. شكرا لك يا اميره، خليك خليك يا خليك 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 يا احترام لك. تفضل يومي تفضلي يا بريتا. ايوه اميره خاشه جوه. زياره لطيفه صراحه، وانا الليله انا متفائل شديد، متفائل بكل الناس اللي جات البيت. والله ما احس بالكسر والشك، هو كسر وشك. والله ماشيين لشهر، لكن كل يوم انا قاعد اتفائل، والبيت بقى من خلاله قاعدين نحاول نعكس للناس حجم التنوع الديني والثقافي لجنوب السودان. امس الاول كان معايا الشيخ موسى المك، قبليها كانوا معانا ناس الكنيسه بتاعت حصاد النفوس، وقبلها جونا برضو ناس المجلس الاسلامي، ومجموعه من القاده السياسيين بدون استثناء، مجموعه من الشباب في الحقل الاعلامي لهم الاحترام والتقدير، والناس اللي ما يقدر يتصل ما حعاتب زول، لكن برضو انا بتمنى من كل الناس نقيف في الجوانب الاجتماعيه المهمه اللي بتجمعنا، لانه في نفس المحل البلكونه اللي انا قاعد فيها دي كنت قدمت مناشده لبعض الناس بخصوص طفله اسمها جون، كان بتعاني من الصارع في مرض السرطان ده قبل كم يوم في نفس الحته اللي انا قاعد فيها لو انتم مذكرين، ولو الذاكره ما كانت خريبه بنفس القميصه. وقلنا حنواصل في نشاطنا اللي بخص اهلنا، لانه الضرمه ما بتمنع انه الزول يقدر يوصل صوتهم يعني. مكلفوا نفسهم مجانين لحد هنا. قدمت مناشده لبعض الناس. انا بتمنى الناس اللي بيعملوا في مكاتب المسؤولين وبيعملوا في او قراب من رجال الاعمال يكون عندهم شويه من الاخلاق وشويه من الضمير، لما نقول يا جماعه في زول محتاج وهو بجنيب جاي بيقول لي وديني لفلان، انا ما بقدر اوصل زول لبيت زول، لكن بقدر بوصل صوتك هنا عشان يقدر يصل لاي واحد من المسؤولين، وبعد ذلك هو عمل خيري ما الزامي ما اجباري، لكن انت بدورك بس وصل المعلومه. اذا رجل الاعمال او سيدة الاعمال او السياسي او التاجر ظرفه ما سمح له جزاه الله خير برضه يعني.
لكن اذا هو ما وصلت له المعلومه وجه حصل مكروه زي ما حصل للطفله باسم جون، هم جو من حي قنبه من سوري من حي جيم لحد هنا، والبيت عندها سرطان. وتكلمنا زي ساعه كامله هنا وقدمت فيها مناشده للناس انه يا جماعه نحاول نشوف الزول ده حق التذكره الطفله دي. وشفت نفس البلكونه كنا قاعدين فيها دي، وكنت محتاجين روح التعاون مش لحاجه. وكنت بقول له كنا الوعكه بتاعتي دي بسيطه ده مع كسر، لكن ذاك زول عنده مشكله كبيره محتاج المساعده، فيا ريت نقدر نعرف روح التضامن ومع الناس اللي عندها مشاكل كبيره، يعني امهاتنا اخواتنا اخواننا العيانين زي الطفله دي نقيف معاهم. عندنا طفله برضو الان عندها مشكله بتاع العيون في المويه، وعندنا عمنا كبير كده يعني بنت متواصله معانا هنا عندها مشكله بتاعت المشكله بتاعت الكبد هي مشكله. وفي بعض المشاكل الجنائيه انا برضو حتطرق لها، يعني عندنا كيس خطير جدا وانا حقوله لانه ذاك الرهيد تنقد وانا قاعد هنا. فيا ريت كلنا حزو مواميره، نقفل كل الصفحات الماضيه بتاعت الخلافات الغير مبرره، وننعت في بعضنا بالفاظ ما يها. كلنا جينا من ادم وادم ابو البشريه، كلنا ابناء وبنات جنوب السودان، كلنا من هذا التراب والى التراب هنرجع. يعني ما في زول حيمشي الدفن في مرتبه ثانيه، كلنا في النهايه يعني هو في كم شبر ده حندفن يعني. فلشنو دائما الخلاف؟ فلشنو دائما نحن بنحول الاختلاف وجهه النظر لخلاف؟ لشنو بنقلل من مكانة بعض؟ لشنو احنا ما قادرين نتوحد؟ لشنو ما قادرين نتضامن؟ لشنو انتشر خطاب الكراهيه؟ الاعتذار صفه كويسه. الان ماما ميرا بتقدم دروس وعبر لكل القاده السياسيين والمثقفين وانصاف المثقفين والرجعيين ذاته، بتقدم لكم دروس في الاخلاق. الزول ما بيبزغ على تاريخه وما بزغت على الشيء القديم بتاعه، لكن قالت لا نحن نمشي ليه قدام. احترام بيناتنا حاجه جميله جدا. هو نحن اصلا كم نفر؟ تعداد سكاننا كم عشان نقعد نشاكل ونتداوز ونتطاعن ونسيل اسرنا وفي كده يعني. عشان كده السنه اللي فاتت انا عن نفسي طويت الصفحه بتاعت المراسلات والسيالات مع بعض الاعضاء في السوشيال ميديا، وتفرغنا لنشاطاتنا لانه الانجراف والخطابات الانصرافيه دي بتخصم من الطرفين. فشكرا جزيلا اولا ليكم الناس اللي تابعونا في اللايف، وممتن جدا لكل الناس اللي كلفوا نفسهم وجونا في بيتنا المتواضع هنا في روكسيتي مربع 7. وبطمن كل الناس انه انا بخير، نحمد ربنا. وبتمنى من كل المعنيين في وزارة الرعاية الاجتماعية يعملوا مراكز حقت يعني معالجة مراكز للعلاج النفسي، يعني لأنه الحصل اللي أخذنا في الجبل وكان السبب الحصل البسيطة دي هو اكتئاب. الناس زهقانة، الناس قرفانة، فالزور اللي داير ينتحر ما تودي والسجن، بس انت عالج مشكلته بكون افضل، لانه الموضوع ده التروما انتشرت في الناس، الاكتئاب انتشر صراحه في كل البيوت، الاوضاع الاقتصاديه بتلعب دور، الفقر، الخيانه الزوجيه، عدم الاستقرار الاسري، كده كميه بتاع ظروف واوضاع هي بتترتب عنها مشاكل كثيره عايشه الان، عايشينها الان اهلنا في كثير من الاماكن. لانه مستوى نسبه الانتحارات ارتفعت بنسبه 45% وسط الشباب، و 34% وسط فئه النساء والفتيات يعني. ودي كلها عندها اسبابها، ما انه زول اللي بقول لك انا مكتئب وزهجان ده طلعه مجنون يعني. اختنا دي ما مجنونه، كانت طالعه فوق وحصل ما حصل، وكلكم شفتوا الحاصل في فيديو انا سجلناه صراحه، فيديو مسجل انا ما عارف يتسجل وسربوا اياه، وصل قبل ما هي تتخذ قرار اللي كان هو مزعج شويه ده، ولانه بتحكي عن حاجات يعني ما في زول حينكرها، لانه ما في زول بس هاي كده بقول انا ماشي اموت يعني. ده بكون حصل الحد النوني من الكرف والاستياء.
البيئة بتاعتنا الإيكولوجيا بتاعتنا محتاجة إعادة بتاع الترتيب. نحن عندنا مشاكل كثيرة جدا جدا، ما في بيت بيخلو من المشاكل، لكن في مشاكل مفتعلة، في مشاكل بسيطة، في مشاكل ضخمة كلها عندها علاج. نحن مشكلتنا الشعبي الآن يعاني من التخلف الاجتماعي وغابة أبسط الحياة في أخلاقنا وفي قيمنا. زول ولا قادر ينتحر ينتظر الصور بسيلفي، ما في زول دار يقيف مع زول. زول يقول لك أنا مطرود من البيت، زول يقول لك أنا محتاج أكل، ما بتقدر تقول لزول تفضل. زول يقول لك أنا ماشي العلاج، زول يقول لك أنا عندي سرطان، في أم بتكذب في ولد. عندي موقف شخصي مع بعض الناس اللي كنا بنحترمهم وبنقدرهم، لكن برضو الاحترام حيكون ممتد. نحن ما حنبخس دور زول يعني. حاسي بحسرة انه الليلة في طفلة ماتت لانه ما لقيت زولة سعيدة. جاتني نسيبة كبيرة في البيت، ديدي افتقوني. كثير انا ذات الليلة قبلت يا جماعة الليلة انت جيت وماما اميرة جات اصلا انت جيت وماما اميرة يا زول كانت اديني العكاس حق ده على الصوت ده يعني احنا ديني على الصوت ده كده واحد بس واحد؟ آه يا. انت قاعد انا معاق للدرجة دي قاعد امشي هرح وين راحة بس اوكي يا ماما اميرة دي اخت المدام انا واقف بعيد ده بعيد يا جماعه صور انا اخليكم تتونسوا دي ولا اجتماعيه بتاعت مساوين وانا اطلع برا قاعد اواصل في اللايف واشكركم يعني امير والله انا مبسوط في بيتكم جبتنا يا مزاني يا مزاني هنا اي ان في اغاني بتطق ناس في التليفون ده ها اغنيه بتطق ناس في التليفون ده جيب نوريهم ده انا بفهم في الشلوك وفي الدنك وفي النور في باروية حاجة انا ما فاهم غيرهم جيبنا سمعوا لك انا من قبيل الفلاي ده شغال طوم وان يانج بس ما صح تفضل البيت بيتكم اوكي انا قاعد هنا صغيره يا ساتر طيب شكرا جزيلا ما طولت على ماما أميرة عشان هي زولة مالقة من وعكة صحية بتمنى لها الشفاء العاجل بس لكل الناس الإخوة والأخوات تنبيه بسيط صدقوني ما عندنا أي قصد خاص في وراء التغطيات اللي بنعملها دي ولا عندنا قطيعة نفسية تجاه زولة لكن بتجرد يعني لما نقدم مناشدة يكون احنا في دي صادقين شديد ممكن يكون انا فاجر في الخلافات في اي حاجة لكن ما ممكن يكون انا اكذب عليك بدون عيان عشان كده كنت حاد في تعاملي مع بعض الناس الشغالين مع رجال الاعمال تحديدا الناس الشغالين في البيوت وقراب منهم كده عشان كده انا لي ما يغارب السبع سنين هنا في البلد دي ما مشيت مكتب حكومة ولا زرت بيت واحد من رجال الاعمال او المسؤولين اللي موقف نفسي يخصنا انا لانه في بعض الناس اللي قاعدين حوالين التجار وحوالين المسؤولين الناس خزي وعار وصمت عار كبير في جبينكم. الطفله دي الغدر ياهو بس سبق الغدر ياهو سبق لكن قدمنا نداء هنا وكان ممكن توصلوا الكلام ده يعني. معلش حصل ده ترتيب من ربنا لكن كان ممكن توصل الرسالة دي وبأي شكل من الأشكال لكن كونك حتى الرسالة بتاع الزول عيان مدر توصلها عشان انت بس عندك مصالحك الشخصية مع واحد من المسؤولين او واحد من التجار يبقى انت زول عندك
خلل في حياتك الاجتماعية والإنسانية، ورب العالمين هو اللي بيعرف الحاصل شنو في نفوسنا. فنحن لو رجعنا ورا في نفوسنا هسه الآن حاليا هم بعض الرجرية والدهماء اللي قاعدين حوالين الغادة السياسيين وحوالين التجار وحوالين كده يعني، ديل هم المشكلة الكبيرة يعني. والله حاجة مؤلمة، ليه أنا ما كنت مصالح مع نفسي، بس الزيارة بتاعت الأخوات تحديدا الأمهات الجونين من شركة دار اليوم خلتنا أكون شوية قوي، لكن كنت حكون أنا فاجر مع بعض الناس. أنا قلت لهم الاسم دي جاتني هنا في البيت، والله وأنا راجع في السرير ده يشهد ربي، وأنا راجع في السرير ده لأنه الحركة محدودة، أنا راجع هنا برا قمت من سريري وقلت لها ارقدي. هي بتستفرق باستمرار لبنت مناشده انه دارين تذكره بس عشان تمشي الخرطوم، وقلنا دارين بعض الحاجات هم زغله بسيطه. انا ما اعرف اللي حصل شنو في نفوسنا بقت ضعيفه، نحن بقينا ناس شويه كده عندنا مشكله في حياتنا البسيطه اللي بتخصنا كجنوب سودانيين. نحن محتاجين اعاده ترتيب، زي ما انا قلت لكم نحن محتاجين اعاده ضبط حقيقي لحاجاتنا يعني، لانه سلوكنا الان بقى فيه شويه من الانانيه ربما، ويكون فيه شويه من عدم اللامبالاة احيانا كثيره في تعاملنا مع الحاجات، وقد نكون ما جادين في بعض الاوقات يعني. لكن برضو انا ما حنسى انه اشكر ناس كتار، انا بتكلم معاكم نفسي الان اشاي وير بتقدم، كنا مشينا ويل قبل سنتين وقلنا الناس طلعوا مشوا بليتا ايوه الناس طلعوا مشوا كويس ناس شوف ندري دي ذاك الله. قلنا في أويل عندنا 250 من ذوي الاحتياجات الخاصة في أويل عشان بحر غزال. فالآن شاي وير قاعدة في أويل قاعدة تقدم مساعدات. بيبي علي وماما شقاي عملوا أكبر مشرحة في واو ومدارس، ورجل شغال في الشوارع، دار الأيتام اهتموا بالشرايح دي، ما أدري من أكثر من كده يعني. نسيتي أخت المدام. نورتي البيت والليلة عندنا حاجة أكثر من جميلة. ماما ميرا جات البيت بتقول لها شنو ماما ميرا اللي هي شرفت بيتك يعني. بالمناسبة ماما ميرا دي نسيبتنا أم ديور، هو ديور جمعة مبروك، جمعة مبروك ده ود أخوي. فالليلة بصدفة جينا تلاقينا هنا في بيت أختي، اتفاجأت ذاته إنه بلدت بتقبلي، كان صدفة يعني جميلة شديد. وبس مهتم بولده مايكل، وما أعرف مرد مايكل دي من وين أساسا. فصراحة كده أنا مبسوطة، وجيت شفتهم ذاته ولقيت مرد أخوي ذاته جات، ده كان برضو صدفة جميل. أنا بقول لهم شكرا لكم، وربنا يقدرنا يعني على الردود الجميلة. الناس الكل بيشاركونا يوميا معنا هنا مع مايكل من دكتورة ريماس، هو الدكتور الأول لمايكل، والزول الطبيب يعني النفسي بدعم مايكل يوميا بالضحكات ونساد، وكل الناس اللي بيشاركونا هنا. فده يوم سعيد، وان شاء الله يا رب كده ايامنا كلها سنه جديده من كرين مايكل ده، ما في اي مشكله تاني. شكرا جزيلا اختي العزيزه، وخليكي مع ضيوفك. ايوه اشكركم جدا. شوفي معاكم الرماز اللي قاعده برا جوالي يعني كمان. اوكي كل ما قاعد احاول اتجاوز الكلام لكنه واقف لي هنا. والله لو متذكرين انا كنت بتكلم عن مناشدات قدمتها لكم كده من رجال الاعمال، فكان واحد من الاولاد اللي في الباب عمل لي بلوك، اتصل عليه وكان ما بيرفع علي، كانه ما هنا تعالي هنا يا استاذه. ده الدكتور المهم نخلي المواضيع ثانيه، لكن احنا بما انه الزياره دي زياره اجتماعيه الآن نستقبل زائر كبير، الشخص الاستثنائي ريماس كومار. خشمك ملان حياة، أقفل خشمك ده أقعد هنا نسيوا دي وقت تاكل ريماس يا جماعة. هي جاني ومليان. إيش أنت أكلته ده؟ إيه؟ أكلته شنو؟ ريماس.
موز؟ اقعد كويس. مش خشمك ده ما تجيب لنا احراج مع الناس، يقولوا بتحلتنا دي ما هي. دكتوره ريمز، ماما اميره، تينا، ديدي. يا اخي في حاجه اجمل من كده؟ في حاجه اجمل من كده يا جماعه؟ انه يكون يا زلمه قاعد اتكلم معاك، قاعد اتكلم مع ناس في الفيسبوك. ريمز هوليدي بكره مش؟ اجازه تاكل بكره؟ هوليدي تاكل بكره؟ بعد بكره. بعد بكره؟ المهم ده اقول لك يا ريمز، دينج دونج بتاعك قال بيجيبوك. دينج دونج بتاعك انت كنت داير دينج دونج مقاس كم؟ دينج دونج بتاعك ده يجيبوه كيف؟ يجيبوه مقاسه. يجيبوه باكر. ابو اخر 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 دينج دونج؟ اوكي. ابو جيناتو يلا ابو تليفوني. اوكي. قال لي انت بردو؟ امبارح تقول لي انا ما بردو، تجيب لي فضيحه زي ده. انا يا ما قاعد ابردو ولا انت يا ما قاعد تبردو؟ شوف راسك. تمام بارد راسي ده. تمام بارد. كيف يا ريماس؟ هيك. هيك كيف؟ كده؟ ليش ليش شنو طلبك في رجلينك؟ ليش شنو جرحك؟ ها؟ لا 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 لا، امسك 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 تعيدها. امسك انت بكده بكرنك والله تعالى بقينا سوا. تضحك فيني يوم كله هسه انت بكده زاد مجروح. انت زاد بكده بكرنك. رجلين تاع كربو. ليش شنو ده؟ انت برا؟ برحل في بيتينا؟ برحل بخليك برجع بيتكم. ولا يد دوما تعي عقيم دار ترحل في البيت عشان الدبر ده شيل الحياة ده وتخاري انا ده بخلي الحلة ده انا ماشي انا قروة من الحلة ده انا ماشي تبراوي انا جرى من الحلة ده مالو انا ريماز يا ريماز قاعد ما انت ما صاحبي يعني مالو الناس بيسلم عليك ريماز تقول لهم شنو اخوات تاكي وصوبان تاكي بيسلم عليك تقول لهم شنو يعني قروة تقول لهم شنو سلم للناس لا لا ناس شايفينك هنا في فيسبوك بسلم لريماس سلم لهم لا ده يجيب لك دم دونج ده سلم لهم واخو تاكي محمد كان جاب لك شنو محمد ابو طيبه محمد كان جاب لي انت شنو محمد ابو طيبه ما جاب لي انت هديه تاع سكول نسيت شكرا ريماس ها لا انا ماشي جوا انا سلم على الناس جوا خش سلم عليهم جوا اوكي يا ماما ميرا بريتا دي صاحبتي في الفيسبوك ماما ميرا ريمازي يا صاحبتي العامله هدي امبارح احرجتني قالت لي انت ما تستحمى فيسبوك كله شاف انا ما يستحمى بسبب ريمازي